مسدود يا استاذ. سيدي الكاميرا مسدود حبيبي. انت منو؟ على الباقه الشهاده مالك. باقه الشهاده فيها ضوابط وتعليمات. طفي الكاميرا. هكذا تعامل رئيس جامعة بابل مع كادر قناة دجلة ووسائل إعلام أخرى تواجدت من أجل نقل مناشدة موظفي الجامعة. نفسي عمار الطائم مراكز قناة دجلة. خابرت الدكتور نعمان. ماشي حالك رجاء. أنا ما أريد أتناقش وياك بموضوع مرسم. من حقك وانت مو من حقك الصياح علي يبدو شو السالفه. انا ما تقدر يصرح قال او لا. موظفو جامعة بابل يعانون المحسوبية والمنسوبية بحسب قولهم في التعامل من قبل رئاسة الجامعة، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الجامعة للمطالبة بتغيير رئيس الجامعة ومساعده الإداري. حقيقة يعني في جامعة بابل هناك تعطيل للقوانين وهناك عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من الوزارة ومن الجهات المختصة، يعني هواي ناس انظلمت، هواي ناس يعني راحت حقوقها وساكتين، يعني الناس يعني تسكت غصبا عليها، وإذا طالبوا بحقوقهم يهددوهم، ممنوع طالبوا حقوقهم، يا اما هددوهم بالنقل او بالعقوبه. فهذه دارجه يعني في جامعه بابل مع الاسف حقيقه، يعني 2017 بعدم احتساب اي من الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، وبالنسبه للموظفين كافه عدم اعطائهم الحقوق بالترفيعات والعلاوات. عندنا شخص مشوله معاملته وشخص يبقى كما هو، مع انه احنا صاحبين هي اللي طاغيه في جامعه بابل مع كل الاسف. علي بطل العراق والوطن العربي يتحدث لكاميرا دجلة عن الحيف والظلم الذي لحق به رغم حصوله على قرار لإضافة لقبه العلمي، تفاجأ باستبعاده وقبول الآخرين في نفس القرار. من اضافت لي الشهادة اللي وياي بالأمر الأمر الجامعي انطاه قبل لقب علمي، انا ما يطاني هاي 3 سنوات تقريبا ما يعطيني لقب علمي. اقابله عندي عدم ممانعه، الكليه تريدني، ماكو غيري، محتاجتني الكليه اكثر، قلت له انا الكليه محتاجتني اكثر ما انتم، يعني ما انا محتاجكم لان ما عندكم تدريسي غيري. يقول لي ابقى على الحاطه مثل ما كنت تدرس قبل غلط قانونا، هسه ما ابقى على الغلط، جاب لي شري سبب ما يعطيني سبب. زين الطلاب اللي انا مدرس. الجواب منو؟ جواب رئيس الجامعه. اكو شخص انا بالموضوع يعني غيرك طول لقب علمي، انت ليش؟ طلابي مدرسهم، طلابي مدرسهم، وحتى يعني انجازات ما عندهم باي لعبه معينه، مجرد طلابي ده ينطيهم، مجرد يخابر عليها فلان على الطالب مش لقب. عندك لقناه دجله عمار الطائي محافظه بابل.